اول سؤال بيتسال، هتعملوا ايه في المديونات اللي على نادي الزمالك؟ انت داخله على طول. اوعى حد يفتكر ان احنا ابتدينا العمليه الانتخابيه واحنا بنقدم الاوراق وبعدين هنبتدي نشوف ايه المشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك. احنا بقالنا بدون مبالغه تقريبا 6 شهور بنذاكر الملفات بتاعت نادي الزمالك ومشاكلها، واوعى تفتكروا ان المشكله مشكله ديون بس، لا دي حاجات كتير قوي قوي بمعنى الكلمه. على النادي، على المستوى الانشائي في المقر الحالي او المقر المستقبلي، في الشؤون الاجتماعيه بتاعت النادي، المقر المستقبلي، المقر المستقبلي هو ايه ان شاء الله 6 اكتوبر ان شاء الله، ان شاء الله يعني، واكتر من 6 اكتوبر ان شاء الله. عندنا طموحات كبيره جدا يعني. طبعا من اكبر المشاكل الموجوده زي ما حضرتك قلتي موضوع الديون، ملف كبير لكن محتاج عملية تنظيمية. وفي مقولة مهمة جدا ان اهم من الاموال ادارة الاموال، بمعنى ان انت ممكن يبقى معاك 10 مليون جنيه تطلع بيها نتائج افضل من واحد معاه 100 مليون بيصرفهم غلط، بيصرفهم اي كلام ومش في مكانهم الصح، لكن التاني عارف بيصرف ايه امتى. طيب انا ببشر الناس ان اوريدي في صندوق اتكون من رجال اعمال زملكاويه محترمين جدا، وانا في احد اللقاءات كنت قلت قبل كده ان انا براهن على الرومنتادا بتاعت رجال الاعمال ومحبين ومشجعين نادي الزمالك ان هم يعني بعد انتهاء الوضع اللي كان موجود ده هيبتدوا يرجعوا عشان يقوموا ناديهم اللي هم بيحبوه ويوقفوا على رجله بسرعه. ففعلا في صندوق اتعمل من رجال اعمال كتير محترمين جدا، ومجموعة كبيرة من القائمة اللي موجودة تبرعنا وعملنا دعمنا يعني للصندوق وحطيناه مش تحت تصرف المجموعة، لا تحت تصرف اللجنة. يعني الأربع لاعبين المحترفين اللي فلوسهم اتدفعت عن طريق الصندوق اللي هو الناس حطت، وهم بقى اللي بيديروا الموضوع إلى أن يأتي مجلس إدارة منتخب هو اللي بيتحكم في ما تبقى في الصندوق لحل المشاكل المالية اللي حضرتك بتقولي عليها. وبرضو من ضمن المشاكل اللي اتحلت اللي هو المحترف بتاع الباسكت إن شاء الله يعني تكون مستحقاته متوفرة قريبا إن شاء الله ويجي ينضم للفريق إن شاء الله.